السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنك في بداية الفيديو اتفرج على الفيديو من اوله لاخره عشان تعرف اللي حصل بالظبط وما نجريش ورا الحاجات اللي بتطلع والكلام اللي بيتقال، وبرضه ما تجيش تقرا العنوان في اول الفيديو وتقول لي ايه ده انت قصدك ايه وتروح داخل شاتم، او ما تكونش شفت الفيديو لاخره ومش عارف رأيي في الموضوع ايه. بص يا سيدي، في فيديو منتشر من امبارح الفجر تقريبا لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، والفيديو ده بيقال ان هو وهو خارج من احد النايت كلابس او من احد البارات او من احد الملاهي الليليه، والناس مسكوه ضربوه قلعوه هدومه واعتدوا عليه وكلام كده كتير جدا ومش عارف ايه، وقصص وروايات وحكايات يعني جميله وغريبه. فاستاذنك قبل ما ندخل في التفاصيل ونعرف الموضوع كله من اساسه، استاذنك تاني استئذان ده خلي بالك، في تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوس عليه جنبه جرس، دوس على الجرس، اختار اول اختيار. ولو انت جديد او قديم معانا ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير علشان الفيديو ينتشر والناس تعرف الحقيقه. بعد ما انتشر الفيديو كلنا دخلنا اتفرجنا عليه وشفنا، ويعني الفيديو مش واضح قوي يعني اللي هو خلاص يعني، ولكن ماشي كهربا ومش عارف ايه، والناس تعتدي عليه وبتشتمه وهو بيشتم وهما بيشتموا وهو بيشتم، وراح تيشيرته ومش عارف ايه، وده قلعوا له هدومه وشتموه وهو خارج من ملاهي الليليه، والشيخ كهربا واللي مش عارف راح فين واللي جه منين. بصوا يا جماعه، قبل ما اكلمكم على موضوع الفيديو وتفاصيله، هو ليه في مصر يعني عايز اقول لك ايه، خلاص لما لاعب مثلا بيقع او بيغلط غلطه بنبقى عايزين ندمر اللاعب ده، ندمره نفسيا وبدنيا وذهنيا وكليا. انت كده خلي بالك بتحاربه في رزقه وفي اكل عيشه، فهتلاقي اللي يجي يحاربك في رزقك واكل عيشك. خد بال، اصل هي واحده، ليه بنحب ننشر الفضايح يعني؟ يعني خلي بالك انا برضو بعيب والله بجد، ولكن دي شغلته يعني، بعيب على الصحفي اللي صور، هو يمكن طلع اتكلم وبرر الموضوع، ولكن يعني انت شايف حاجه زي كده خلاص يعني، انا عارف دي شغلتك وده سبق صحفي بالنسبه لك وكل حاجه، ولكن انا اتمنى ما يكونش في نشر للفضايح ده، لو دي فضيحه. ولكن الصحفي برر وقال ان دي بالنسبه له يعتبر مش فضيحه، هو الراجل كهربا ده بالعكس ده بيقول ان كهربا عمل حاجه حلوه. ايه بقى الحاجه الحلوه؟ هو اللي صور الفيديو ده صحفي يعني، كان قناة صدى البلد منزلة اتنين صحفيين بيتكلموا، اعتقد ان هم منتمين لصدى البلد، بيقول ان في يعني واحد بيتكلم بيقول انا اللي صورت الفيديو يا جدعان، وكهربا ما كانش يعني بيتضرب، كهربا ما كانش خارج من ملهى ليلي، كهربا ما حدش قلعه التيشيرت، لا هو القصة كلها ان كهربا كان ماشي وفي ناس شتمت على النادي الاهلي، شتمت كهربا والنادي الاهلي يعني، فالراجل راح واقف وهم استفزوه. كهربا يعني من طبعه ان هو لاعب سريع الاستفزاز او شخصيه سريعه الاستفزاز، ودي حاجه غلط جدا في لاعب كره القدم، حاجه غلط جدا وبتدمر مستقبل اجيال في كره القدم، وهو سرعه الاستفزاز. فقال لك كهربا كان مستفز جدا منهم وكان متضايق جدا، فراح وقف اتخانق معاهم، وطبعا ده تصرف خاطئ من كهربا، لان انت لاعب كبير هتتعرض لمليون الف حاجه، ما تقعدش تحط عقلك بعقل كل واحد، لانك لو حطيت عقلك بعقل كل واحد من الجماهير اللي ما بتحبكش او اللي عايزاك تفشل انت هتفشل، ما تركز عادي ربنا يسامحك. فقال لك هو ما استحملش الشتيمه عليه وعلى النادي الاهلي، وقف اتخانق مع الناس وقعد يزعق ويهلل، فهم بداوا يمدوا ايديهم عليه وتطاولوا عليه ويشدوه من التيشيرت، فالتيشيرت اتقطع راح هو ماسكه قلعه، هادي التيشيرت هو عم في الارض، وبدا يتخانق ويزعق والناس تحوش ومش عارف ايه والكلام ده كله. قال لك ولكن الموضوع ده بقاله شهرين يعني، الموضوع ده مش طازه مش امبارح، ولكن في ناس دورت على الفيديو ورجعته تاني علشان هوجه كهربا اللي موجوده والخناقه اللي حصلت في النادي الاهلي والغرامه اللي اتغرمها والموضوع ده كله. بالمره بقى يلا انشعل الاكتر، وده كهربا كان سكران وكهربا كان ايه عشان يدمروا مستقبل اللاعب. بص، ايا كان اللي عمل كده، اهلاويه زملكاويه، واعتقد ان هم مش اهلاويه، هم يعني قله قليله جدا من الجمهور الزملكاوي، وخلي بالك انا زملكاوي عشان لاول مره شفني انا زملكاوي ماشي مبدئيا، وانا معترض تماما على نشر اي فضيحه لاي لاعب اهلاوي او زملكاوي او من اي مكان، من اي مكان. انت حتى لو شفت حاجه زي كده استر عليه، هتقول لي ما الفيديو اتنشر ومتقال ان هو بيدافع عن النادي الاهلي، انا غيرت عنوان، يبقى انت كدبت على الناس، دخلت كتبت ان اللاعب ده وشهرت باللاعب من الاخر، يعني انت شهرت باللاعب ان اللاعب ده حصل كذا 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 وده ما حصلش ماشي. بلاش دي،
انت دلوقتي بتحاربه. انا بقول لاي حد كان سبب في نشر هذا الفيديو وعمل مشكلة او بلبلة، انت دلوقتي بمنتهى البساطة والله والهدوء بتحارب واحد في اكل عيشه وفرزقه. ده هرب وساب النادي، انا اتكلم على القناعة ماشي، هرب وساب النادي ماشي، والفيفا حكمت لنا ان احنا لينا 2 مليون دولار عشان هو هرب وساب النادي. طيب هو يا عم هرب وساب النادي، هو هرب وخد فلوس النادي وسافر، هو عمل اللي مش احنا اللي هنحاسبه ولا احنا اللي هنحاكمه، في محكمة رياضية بتحاكم وبتحاسب بالقانون، انا مالي؟ خلاص يا عم والله خلاص، اتمنى لك التوفيق يا عم، خلاص ماليش دعوة، مش هحاربك في رزقك واكل عيشك وبطلك كورة تاني. انا دي وجهة نظري، في حد ممكن يعترض معايا، واحد يقول لا يا عم يعني ايه، لكن احاربك في رزقك واكل عيشك وبطلك كورة علشان خاطر انت هربت وسبت النادي يا عم الحاج. هو انا اسف والله، مع احترامي للاهلي والزمالك والاهلاوي والزمالكاوي وكل الناس، هو النادي ده معلش بس يعني ده اقول لك ايه، طيب هو ده بيتك يعني؟ يعني انت هو الراجل ده كهربا جه سرقك، انت سرق بيتك، انت منتمي للنادي وكل حاجه، لكن ما جيش عشان خاطر النادي اخسر اصحابي واخسر اهلي واشتم في لاعب واكسر مستقبله وادمر مستقبله عشان خاطر النادي. انا اسف يعني مش دي كره القدم تماما، كره القدم خلقت للمتعه وليست للمنازعات والمشاكل والخناقات والخلافات لو هي كرة القدم كده بلاها والله العظيم خالص، والله بلاها كرة قدم، بلاها قرف. لو انا خلاص كرة القدم بالنسبة لنا هي احنا واخدينها ان احنا نتخانق ونشتم ونلعن ونسب ونشهر بلاعب ونفضح لعيبة، انا ضد اي انسان يعمل كده، ضد اي اهلاوي يشهر باي لاعب من لعبة الزمالك، وضد اي زملكاوي يشهر باي لاعب من لعبة الاهلي، ضد ده تماما تماما تماما. بنفرح بس في الفضايح ونجري نفضح الناس ونعمل والراجل اللي صور الفيديو اساسا قال يا جماعه هو ما ده مش ده اللي حصل. طبعا حد هيطلع يقول لي الراجل كذاب، انا بقى ماليش دعوه وانت مالكش دعوه هو كذاب ولا مش كذاب، احنا مالناش فيه. انا يا عم راجل صورت فيديو وطلعت قلت يا جماعه الفيديو ده متصور من شهرين، والفيديو ده كان كهربا ماشي في الشارع وناس شتمته وشتمت النادي الاهلي فهو رد عليهم، والخناقه كانت كذا 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 فشدوه من التيشيرت او من القميص فالقميص او التيشيرت اتقطع فراح قلع التيشيرت. انا يا جماعه اللي بصور انا اللي قلت لكم كده، هو بقى مسؤول قدام ربنا هو كذاب ولا مش كذاب. ما خدش انا الفيديو اقول اه الحق الشيخ كهربا ومش عارف ايه ودمر مستقبل اللاعب واللي جابوه واللي خلفوه واللي بطل كوره والناس تبقى وانتوا عارفين النادي الاهلي عامه ما بيحبش اللعيبه اللي عندها مشاكل، يعني لعيب معاه مشاكل وبيعمل مشاكل وعليه كلام كتير هيروح ممشيه، هيروح فين بقى؟ احسن مستشفى الزمالك، ادي الاهلي طرده. والله العظيم ما بفرح بالحاجات دي على فكره. انا عندي اعتقاد ان الاهلي مش هيسيب كهربا وكهربا مش هيكمل مع النادي الاهلي، دي وجهه نظري، لان كهربا لاعب كثير المشاكل مش دي المشكله والله، لكن لما النادي الاهلي يسيبه خلاص مش كثير المشاكل عشان خاطر الفيديوهات اللي الناس ده لا، هو عامه لعيب بيتنرفز بسرعه وده مشكله فيه. كهربا لو بطل نرفزه وركز في الملعب بس ومركز مع الجماهير اللي بره ومركز مع الاستفزاز او الكلام ده كله هيبقى لاعب تاني، رائع بيتمتع بالمهارة يتمتع بالسرعة يتمتع بكل حاجة، لكن انت مشكلتك عصبيتك ونرفستك المفرطة. فيعني اتمنى الناس اللي شافت الفيديو ده، مش فيديو جديد ده فيديو قديم، على مسؤولية اللي مصوره، ادخلوا اتفرجوا على الفيديوهات. انا بس اسف لو انا شاطركوا اي فيديوهات هنا، يعني للناس اللي هي بتتكلم اللي كانت صورت الفيديو بتقول ان الفيديو قديم، انا ممكن القناه يجي لها مخالفه، فانا بس بعتذر لكم، ادخلوا اتفرجوا وشوفوا اللي صوروا الفيديو، خش على تويتر شوفوا قناه صدى البلد وهي منزله الاعتراف بتاع الصحفيين اللي صوروه وهتعرفوا ان الفيديو ده مش حقيقي. شكرا انك استنيت معايا كل الوقت ده، اساسا انك تكون اشتركت في القناه عشان تعرف كل الاخبار الجديده. كان مع اخوك عمرو عاطف في قناه صاحب الكوره، السلام عليكم.